الإسلام واجتبانا آمين. سبحانه من خالق سبحانا آمين. بفضله علمنا القرآن آمين. نحمده وحقه أن يحمد آمين. ما ظهر الدهر وما طاح الندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلنا إلى الجولة الأخيرة في هذه المسابقة، مسابقة المطوع القرآنية في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن الكريم، شهر رمضان. وراحين يتنافسون معنا في هذه الجولة 4 طلاب، ونشوف إن شاء الله من رايح يطلع الأول والثاني والثالث والرابع بإذنه تعالى. والكل معانا كان من الجولة الأولى إلى هذه الجولة، الكل كان فائز لأنه كان يقرأ كلام الله عز وجل، وأنتم يا مشاهدين كذلك سماعكم أيضا فيه الأجر، وأنتم معانا أيضا بالأجر بإذنه تعالى. وإن شاء الله نشوف هذه الجولة وتكون طيبة في السماع وكذلك في قراءة القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا عيالي اليوم؟ الحمد لله. شلونكم؟ إن شاء الله بخير؟ بخير. بارك الله فيكم. الحمد لله اليوم إحنا في الحلقة النهائية، الحلقة الأخيرة، بعد ما مرينا في الحلقات وسمعنا هذه الأصوات الحلوة. الحمد لله إن في هذه المملكة وعلى هذه الأرض الطيبة أمثالكم حفظت القرآن وأصواتهم ندية ويتخلقون بكلام الله عز وجل. هذا فضل ومنة من الله عز وجل علينا، فتحافظون عليها يا عيالي في حفظكم القرآن الكريم، في أخلاقكم الطيبة مع الناس ومع أهاليكم ومع أخوانكم. واليوم إن شاء الله بنروح إن شاء الله نسمع من عيالنا، معنا يوسف وعيسى ومحمد وهاني. وقبل لا نسمعهم نقرأ القراءة الجماعية، قراءة تعليمية إن شاء الله، وبعدين نسمعهم واحد واحد بإذنه تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا. الذي خلق 7 سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين.
وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وبئس المصير بارك الله فيكم جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم. الحين إن شاء الله راح نسمع أولا من يوسف إن شاء الله. تفضل يا يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما شاء الله تبارك الله. بارك الله فيك يوسف على هذه القراءة المجودة الطيبة. أسأل الله العظيم أن يبارك فيك ويجعلك من حفظة كتابه الكريم. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. الحين إن شاء الله نسمع عيسى. تفضل يا عيسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. بارك الله فيك جزاك الله خير يا عيسى. ما شاء الله قراءتك طيبة وجميلة، صوتك ندي. أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك ويجعل القرآن العظيم ربيع قلبك. بارك الله فيك يا عيسى. الحين نسمع محمد. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة يا محمد ومجودة وصوت الندي، أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظك ويبارك فيك، جزاك الله خير يا محمد، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الحين نسمع هاني، يلا يا هاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا هاني على هذه القراءة الطيبة المجودة، أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيك ويجعلك إن شاء الله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، بارك الله فيك. طبعا سمعنا عيالنا يوسف وعيسى ومحمد وهاني في هذه الحلقة الأخيرة اللي نودع فيها مثل هذه الحلقة أو مثل هذه الجلسة، ولكن كلام الله سبحانه وتعالى ما يودع، يكون دائما معنا، دائما نقرأ كلام الله عز وجل، وأنتم في حلقاتكم وفي مراكزكم لابد تكونون على طول موجودين، تحضرون هذه الحلقات وتحضرون هذه المراكز
علشان تنمون أكثر من قدرتكم في تلاوة كلام الله عز وجل، وتزيدون الحفظ بإذنه تعالى، وتكون من حفظة كتاب الله من الجلدة إلى الجلدة، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. وأنتوا إن شاء الله أئمة المستقبل بإذنه تعالى، أنتوا وإخوانكم كلكم اللي شاركتوا معنا في هذه الحلقات، الحمد لله كلكم كنتوا ما شاء الله قراءتكم طيبة، وحتى اليوم سمعنا يعني ما في فرق بينهم، كلهم قراءتهم ما شاء الله جميلة الحمد لله. ولكن اليوم لابد أن احنا نطلع الأول والثاني والثالث والرابع، وكلكم مثل ما قلت فايزين، سواء اللي كانوا معنا اليوم أو اللي كانوا معنا في السابق في الحلقات السابقة، كلكم فايزين. ليش؟ لأن احنا مع كلام الله عز وجل، وكلنا فزنا بقراءة القرآن وسمعنا كلام الله عز وجل، فهذا كله حسنات وأجور لنا والحمد لله. طبعا من الفائزين اليوم أو بنبدأ بالثالث، اليوم بنبدأ بالثالث، من هو الثالث في الأربعة؟ بنبدأ بالثالث، الثالث هو عيسى يوسف، هو الثالث. وويانا الثاني، من هو الثاني؟ الثاني يوسف محمد طاهر. والأول معانا هاني بشير، والرابع معانا محمد محفوظ. فكلكم ما شاء الله فايزين، وكلكم ما شاء الله قريتوا القرآن قراءة صحيحة وطيبة ولله الحمد، وكل في تفاوت بسيط بين بعضكم، شيء بسيط، لذلك صارت هذه الدرجات بدرجة أو نص درجة أو ربع درجة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للقيام بكلام الله عز وجل قراءة وحفظا وعملا. ونقول لكم كل عام وأنتم بخير، وتقبل طاعتكم، وعيدكم مبارك إن شاء الله. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.